قمنا بتفعيل بطولة كرة الطائرة لشمال وشرق سوريا للمرة الثانية ضمن عام 2022، وسابقا كان 2021 في الرقة، واليوم 2022 ب 16/10 في مدينة كوباني. البطولة ستستمر لمدة 6 أيام. البطولة اليوم الأول بدأت المباريات بين نادي أصايش الجزيرة وبين نادي أمن الداخلي الرقة. للمشاركين في البطولة 9 فرق، فريقين من إقليم الجزيرة، فريقين من إقليم الفرات، فريق من الرقة، فريق من الطبقة، فريق من دير الزور، فريق من منبج. البطولة مقسمة على مجموعتين، مجموعة تضم 4 فرق ومجموعة تضم فريقين، 5 فرق. يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى مباريات النصف النهائي ومن ثم مباريات النهائي. البطولة هي ضمن سلسلة فعاليات ونشاطات هيئة الشباب والرياضة لشمال وشرق سوريا لعام 2022.